بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الحديث الشريف: ما منا إلا مسموم أو مقتول. عندما نلاحظ تاريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نلمح هنالك ظاهرة عامة تشمل كل واحد واحد من الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الظاهرة أن الأئمة لم يعيشوا حياة طبيعية. دعبل الخزاعي، هذا الرجل المضحي الذي كان يقول: إني أحمل خشبتي 40 عاما على ظهري، أنتظر من يصلبني عليها. هذا الشاعر يقول: لا أضحك الله سن الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. كلهم عاشوا حياة غير طبيعية، وماتوا أيضا موتة غير طبيعية. ما منا إلا مسموم أو مقتول. بعض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قتلوا بالسم، كالإمام المجتبى صلوات الله عليه، وبعضهم قتلوا بالسيف كالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعضهم قتلوا بهما معا، يعني قتلوا بالسم وبالسيف معا، كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه مات مسموما مقتولا. لماذا هذه الظاهرة؟ ما هي العوامل الكامنة وراء هذا الاضطهاد وهذا التشريد وهذه الملاحقة؟ هنالك عاملان مهمان ينبغي أن نلتفت إليهما. العامل الأول أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ما كانوا أفراد عاديين، كانوا أفراد استثنائيين بكل ما للكلمة من معنى، مو فقط في أنظارنا نحن كشيعة. نحن نعتقد أن هؤلاء خلقهم الله أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين. نحن نعتقد أن هؤلاء صفوة الله، خيرة الله. لا نقول هذا الكلام من هذا المنطلق. كل ملاحظ، كل مراقب، شيعيا كان أو سنيا، مسلما كان أو كافرا،
يجدوا هذه الظاهرة، ما كانوا أفراد طبيعيين. يقول أحد العلماء الغربيين أن عليا صلوات الله وسلامه عليه لو بعث اليوم وخطب في مسجد الكوفة لم تلأ مسجد الكوفة بأساتذة جامعات الشرق والغرب، مو أفراد طبيعيين، مو أفراد عاديين، أفراد استثنائيون. هذا الوجود الاستثنائي، هذه الصفوة غير الطبيعية لا يمكن أن تتحمل من قبل أفراد، من قبل حكومات أقصى ما يقال فيها أنهم مجموعة من المناضلين. هؤلاء كانوا يشكلون الجبهة السياسية للأمة، ولكن الجبهة السياسية وحدها بعد من أبعاد الحياة. الحياة فيها بعد سياسي، ولكن فيها أبعاد فقهية. ما هي النظرية الفقهية لهؤلاء الحكام؟ ما هي النظرية السياسية لهؤلاء الحكام؟ ما هي النظرية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الحكام؟ ما عندهم شيء. أقصى ما يقال فيهم أنهم أفراد مناضلون. هذا الفرد الذي يفقد المؤهلات لا يستطيع أن يتحمل وجود الإمام الرضا صلوات الله عليه، لا يتحمل وجود الإمام الصادق وجامعته العلمية التي خرجت 4000 عالم أو 20000 عالم، ما يتحمل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وين كان هذا يظهر؟ في أوقات الأزمات، في أوقات الشدة، عندما كانت تأتي معضلة فقهية من كان لها؟ لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك فلان. في هذا الموقع كان يظهر دور أهل البيت صلوات الله عليهم. في زمان هشام بن الحكم حدثت هنالك مشكلة اقتصادية أربكت الأمة، تهديد خطير من ملك الروم يهدد وجود الأمة الإسلامية. جلس هشام مع مستشاريه، ماذا نصنع في مواجهة هذا التحدي؟ ماكو هنالك جواب. قال له بعض زملائه: إنك تعلم أين يوجد الجواب؟ قال: عند من؟ قال: عند محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وين الإمام الباقر في ذلك الوقت؟ الإمام الباقر في ذلك الوقت في الإقامة الجبرية. طلبوا الإمام الباقر، طرحوا عليه المشكلة، طرح عليهم الحل، وأنقذ هذا الحل الأمة الإسلامية من ذلك التحدي الخطير. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في ذلك المحفل الذي ضم أكابر علماء الجاثليق، رأس الكنيسة المسيحية، البابا الأعظم في ذلك الوقت، الجاثليق رأس الجالوت، أعظم علماء اليهود، عمران الصابي الذي لم يكن ينهض أمامه أحد لكي يجادله، كان يصرع كل مناظر
ومن أشبه ذلك. المأمون يتمكن يواجه هذا التحدي الفكري. المأمون هو أعلم علماء بني أمية وبني العباس، أعلمهم هو المأمون، ولكن المأمون لم يكن إلا صبي في مقابل الإمام الرضا، ما يتمكن يواجه هذا التحدي، ما عنده خلفياته، أين تلقى وأين درس؟ الإمام الرضا صلوات الله عليه يحضر. النوفلي يقول للإمام الرضا: إني أخشى عليك من هؤلاء، ذولا أفراد يخوفون، رأس الجالوت، الجاثليق، عمران الصابي، نسطانيس الرومي وأمثال هؤلاء. الإمام الرضا قال: تخاف علي؟ أنت ما عارفني؟ ثم ذهب الإمام الرضا وقال لهذا قبل أن يذهب: أتعلم متى يندم المأمون؟ عندما يجد أني أحتج على أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأحاجج كل فئة بمنطقها وكتابها. عند ذلك سوف يندم المأمون، لأنه سوف يتبين للناس أن ما هو بصدده ليس أهلا له. يأتي الإمام يحادث الجاثليق ويحتج عليه بالإنجيل فيصرعه أرضا. يقول الجاثليق للإمام الرضا صلوات الله عليه: ما كنت أظن أن في علماء المسلمين مثلك. يأتي رأس الجالوت يحتج عليه الإمام الرضا، يأتي عمران الصابي يحتج عليه. لاحظوا الحوار، حقيقة رجل عميق، رجل مفكر هذا عمران الصابي، ولكن كان كصبي بين يدي معلمه في مواجهة الإمام الرضا. بعد أن انكشف له الحق خر ساجدا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو العامل الأول، أن هذا الوجود لا يتحمل، أن هذا الوجود، وجود الأئمة صلوات الله عليهم، ما كان مهضوم لديهم، ما عندهم منطق، فكان لا بد أن يواجه الأئمة بالعنف والإرهاب. هذا هو العامل الأول. أكو عامل ثاني أخطر من هذا العامل، وهذا العامل في ذلك اليوم كانت توجد هنالك مؤسستان، الأولى المؤسسة السياسية والثانية المؤسسة الدينية. مقر المؤسسة الدينية كان المدينة غالبا، أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا في المدينة. مقر المؤسسة السياسية كان في بغداد، في سامراء، في أماكن أخرى غالبا. المؤسسة السياسية كانت تحاول أن تهيمن على المؤسسة الدينية. يعني شنو؟ يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه يجب أن يكون أداة بيد المأمون، يقول له أقبل فيقبل، ثم يقول له أدبر فيدبر، يقول له حلل حرام الله يجب أن يحلل، وحرم حلال الله يجب أن يحرم. شريك منه كان؟ شريك واحد من العلماء. السلطة السياسية جعلت أداة بيدها.
في قصة معروفة ما علي بالقصة، شريك رجل معروف قاضي في يوم من الأيام راح يأخذ ويقبض الأموال من الطرف اللي يعطيه المال، شوية ماهل بالقضية أجله، هواي غضب شريك، قال له لماذا تتعامل معي هكذا؟ ذاك اللي بيده بيت المال قال وهل بعتنا برا أنت تطلبنا بايع لنا حنطة تطلب منا مال؟ قال شريك لا، بعتك ما هو أكثر من البر، بعتكم ديني، بعتكم آخرتي، السلطة العباسية تريد شريكا تقول له أقبل. أحد الأئمة صلوات الله عليهم يقول ما يريدني فلان إلا أن أكون جملا ناضحا يقول لي أقبل أقبل، أدبر أدبر. الأئمة صلوات الله عليهم باعتبار أنهم كانوا يصنعون خط، القضية لا تلاحظوها في أبعادها الزمنية المحدودة، كانوا يريدون خطا يستمر إلى ظهور الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. حفظوا استقلاليتهم، السلطة السياسية شيء، ولكن الأئمة خطوا خط الاستقلالية، ليكن للخليفة الرأي في مسألة معينة، أنا كإمام أنا كعالم مو ملزم أن أسير في ذلك الخط الذي يحمله هذا الحاكم. المأمون ينمى إليه أن رجلا قد سرق، يؤتى بذلك السارق، يرى آثار الصلاح في وجهه، آثار السجود على جبهته، وآثار الصلاح بادية على وجهه، يتعجب يقول شنو هذا المنظر وشنو هذا العمل، شنو هذا المنظر، منظر الصلاح وتذهب وتسرق؟ فقال له الرجل إني كنت مضطرا إلى ذلك، أنا مجبور، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أنت منعتني حقي، أنا اضطريت أنه أسرق. المأمون قال له وما هو حقك؟ قال أنا ابن سبيل، أنا رجل مسافر من محلي من بلادي وجئت إلى هذه المنطقة، أموالي نفدت أو سرقت، أنا محتاج، شنو أسوي؟ أنت منعتني حقي، الله جعل حقا في الفيء للمساكين لليتامى لأبناء السبيل، أنت منعتني هذا الحق، أنا اضطريت أروح أسرق، شنو أسوي؟ قال له المأمون أتظن أنك تستطيع بهذه الأساطير أن أعطل حدا من حدود الله؟ والله لأقطعن يدك. قال له الرجل طهر نفسك أولا ثم طهرني. التفت المأمون إلى الإمام الرضا ليستقطب منه الشرعية، قال ماذا تقول في هذا الرجل؟ الإمام الرضا قال له بكل صراحة، هذا منهج، قال له الرجل يقول إنك سرقت فسرقت، أنت سرقت أموال الفيء، سرقت الخمس، سرقت أموال المسلمين، أنا صرت مجبور أنه أسرق. قال المأمون لأقطعن يده. قال الرجل السارق كيف تستطيع أن تقطع يدي وأنت عبد لي؟ لاحظ الجرأة، قال كيف أكون أنا المأمون عبدا لك أيها الرجل؟ قال لأن أمك مراجل جارية من الجواري، أبوك هارون اشتراها بأموال المسلمين، فأنت عبد لكل المسلمين لأن هذا مال المسلمين،
حتى إذا كل المسلمين يعتقوك أنا ما أعتقك، أنت عبد إلي، كيف يستطيع العبد أن يجري حده على مولاه؟ ارتبك المأمون، التفت إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، قال له: ما تقول يا ابن رسول الله؟ قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: إن الله تعالى خاطب نبيه وقال له: فلله الحجة البالغة، أمر الدنيا بالحجة وأمر الآخرة بالحجة. حتى الله ما يأخذ واحد بلا حجة. الرجل احتج عليك، عندك جواب جاوبه. غضب المأمون غضبا شديدا وقام وذهب إلى بيته واعتزل الناس مدة. الأئمة صلوات الله عليهم خطوا هذا المنهج للأجيال القادمة، أن العلماء يجب أن يكونوا مستقلين، أن الحوزات العلمية يجب أن تكون مستقلة بعيدا عن كل الضغوط السياسية والضغوط الحكومية. الدين مو ملعب بيد الدولة، الدين يرتبط بالله، والمرجع ممثل الله، لا يحق لسلطة أن تتلاعب بدين الله. هذا رأي الفقهي، هذا رأيه الذي استنبطه من الكتاب والسنة. تعال أكره على رأي آخر لا يؤمن به، هذا شلون يوجه من الناحية الشرعية؟ شلون يوجه من الناحية العقلية والمنطقية؟ الشاه الأول أراد أن يكشف الحجاب، النساء كلهم يجب أن يخلعوا الحجاب، أراد بعث رسولا إلى علماء طهران: يجب أن توقعوا على كشف الحجاب. كشف الحجاب مثل، لا يشترط أن يكون المثل الوحيد، أي حكم يحاول أن يزج فيه المرجع قهرا ورغما على أنفه. إذا ما وقعنا إعدام، هذا هو، إما أن توقع وإما إعدام. أسقط في يد العلماء، لأن حقيقة كان رجل ينفذ متكي على الخارج وما عنده مانع من إعدام أي عالم من علماء الدين. اجتمع العلماء، شو نسوي؟ كل واحد قال شيئا، إلى أن وصلت النوبة إلى أحد العلماء الشجعان، قال: أيها العلماء، إن لنا دينا ونفسا ومالا، ثلاث أشياء. إذا تعرضت النفس للخطر يجب أن نفدي المال للنفس، هذا شيء واضح، المال يكون فداء للنفس. وإذا تعرض الدين للخطر فيجب أن نفدي أنفسنا لديننا. شلون توقع على قانون ضد الدين؟ كيف توقع على قانون كشف الحجاب؟ الكل تقبلوا هذا المنطق. جاء غدا رسول الشاه الأول، شنو النتيجة؟ النتيجة أننا لن نوقع على حكم لم ينزل الله به من سلطان. تعدم؟ حاضرين. ليس هذا جديدا علينا، لا السجن يرهبني ولا الإعدام. وهذا خط أهل البيت، هذا خط الإمام الرضا، خط الإمام الصادق، خط الإمام الحسين صلوات الله عليه. الشاه الأول شاف لا، القضية قضية مشكلة، فترك هؤلاء العلماء. قضية ثانية حدثت في زمان الشاه الثاني، أراد أن يتزوج بفتاة إيطالية كافرة، فضغط على السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه تعال أفتي بأن الزواج بالكافرة يجوز،
السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه وقف بكل قوة أمام ضغوط الشاه الثاني وقال لن أوقع على ذلك، بل أصدر فتيا أنه لا يجوز الزواج بالمرأة الكافرة. هذا المنهج هو المنهج الذي اختطه الأئمة صلوات الله عليهم، حتى لا يكون المراجع ولا تكون الحوزات العلمية ألعوبة بيد السلطات السياسية. لاحظوا الآخرين في إحدى البلاد اللي ماكو منهج أهل البيت، الحكومة توعز إلى المفتي والمفتي يفتي أنه في هذا العام الصيام ساقط عن العمال، العمال لا يجب أن يصوموا في هذه السنة. ليش؟ لأن إذا صاموا ضعفت طاقتهم البدنية، ضعفت قواهم، والناتج الاقتصادي القومي يقل، والعالم يفتي على ذلك. هذا هو منهج الآخرين. أما منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فهو أن المراجع أدام الله ظلهم يجب أن يكونوا مستقلين، يجب أن تكون الحوزات العلمية مستقلة. اللهم احفظ علماءنا ومراجع تقليدنا، اللهم احفظ الحوزات العلمية، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.